أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يحزن ويرضى
فأرضينا بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت وكان الله على كل شيء رقيبا يا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا فإذا طعمتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً صدق الله العظيم.